لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. صافرة ويضبط الوقت على انطلاقة هذه المباراة. بسم الله تنطلق المباراة وانطلق في محاولة أولى هجومية، لكن يجد أمامه دفاع أيضا يبعد الوصول للنهائي، لكنه حقق اللقب مرتين كرق ثابتة. ومصعب على التنفيذ بتسديدة بعيدة بعض الشيء. المنتخب اليمني في مباراة لم يسجل من خلالها ولا هدف، في نفس الوقت لم يستقبل المنتخب السعودي فيها ولا هدف، هذا الأمر الإيجابي. لكن المنتخب السعودي بما أنه منتخب هجوم، أمام المرمش إلى المناطق الأمامية بتمريرة طويلة لكنها أطول من أمام الجمهور السعودي. ونجاح على مستوى هذه المسابقة تحت كان منها خطورة كثيرة، وهذه الثانية في لقطة وسط شد وجذب وعرضية تلعب من مصعب على القائم الثاني، رأسية من نفس اللاعب لكنها إلى عبد الله زيد، انطلاقة ممتازة والبحث عن عبد الله رديف لكنها تنفذ على القائم الثاني، ومتابعة وهدف أول تعود لمصعب مرة أخرى. مصعب على التنفيذ يمر من الأول بشكل رائع، الثاني لكن هذه المرة حسنين. استكمال الهجمة، كل هذه الأمور ما هي موجودة. هذا خطأ ثاني، والحكم قبل لحظات أعطى بطاقة صفراء قيس طه في هذه المحاولات وهذه لقطة وتحويل الكرة وهدف أول يضيع بطريقة غريبة في هذه البطولة على مستوى الكرات الثابتة، لكن هذه كان فيها تحرك داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة ولقطة فيها صعوبة وتدخل والحكم قد شلطف، لكن شوف لا يوجد تسلل بإشارة المساعد. بعد ذلك تأتي انطلاقة شلطف وأصل اليسرى العنزي في محاولة هجومية، لا يوجد ولا لاعب داخل منطقة الجزاء وحلول فردية تأتي في وقتها. عبد الله العنزي وقت استلام الكرة داخل منطقة الجزاء لا يوجد أي لاعب، الكل خارج منطقة التمريرة. شوف هذه الإعادة، هذه الإعادة وهذه أرضية تلعب وهدف أول. الله الله الألوان الخضراء والبيضاء، الصقور الخضر يتقدمون من خلال كرة ثابتة، والمدافع قام بالدور كما محمد البكر محمد بكر وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي. لقطة وردة فعل وممكن يأتي التعادل، والتسديدة قوية فيها الكثير. صاحب الرقم 21 تحركاته خطرة، متابعاته وهذه لقطته بالقدم اليسرى وهذه الإعادة تحرك مثالي ولا يوجد أي تسلل، لكن استلام للكرة أخذ وقت، حول الكرة في اتجاه غير مناسب. يكون هناك ذكاء في التعامل مع اللاعب، لا يكون الاندفاع بدون حسابات. لكن هذه لقطة وثاني ومحاولة استغلال وغلطة من الدوسري وشلطف على التسديد، لكن حول الكرة، فرصة خطرة فلسطينية والتمرير في مكان ما كان كيز. هذه كرة ترسل إلى أقصى الجهة اليمنى، المنتخب الفلسطيني يحاول أن يعدل قبل نهاية الشوط الأول في تمريرة خاطئة تصل أيضا وتبعد، ردة الفعل قوية وأن يكون من خلالها خطوة البنية الجسمانية. وهذه محاولة ورأسية تبعد من الدفاع السعودي بشكل ممتاز. 4 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول، والمنتخب الفلسطيني يندفع بعدد جيد من اللاعبين، لكن الكرة مباشرة، بنية جسمانية ممتازة، التغطية الدفاعية وهذه إن شاء الله سليمة. هذه الثانية الآن تأتي بلمسة ساحرة لكن التسلل قبل. شوف هذه اللقطة، تقدم بجزء طبعا الأندية الجماهيرية مثلا عندما تلعب بطولات عربية أو بطولات آسيوية أو أي بطولة أخرى مختلفة يكون تسليط والضوء أكثر، ويكون النظر للأخطاء الحكام بطريقة مختلفة، لكن في هذه المسابقة الأخطاء موجودة بدون أدنى شك، لكن الإيجابيات أكثر والنجاح أكثر. في بداية الشوط الأول بشكل ممتاز، لكن بعد ذلك يبدو أنه بدأ يشعر بالإرهاق، بعض التعب، بعض الأخطاء تأتي من الدوسري، وهذه تمريرة تأتي عند شلطف. شلطف يحاول وينتظر تقدم زملائه، لكن التغطية تأتي ممتازة من عبد الملك العياري، يقطع الكرة والكرة تصل للعنزي، العنزي إلى مصعب، مصعب يحاول اللعب وتمر والثاني، ها
المباراه الثانيه. عبد الله عبد الله جاب المصعب وتمريره ذكيه وضعت المدافع في موقف صعب وغلطه ايضا من المدافع، لكن هذه المره هذه التمريره الحريريه وضعت رديف امام المرمى، وعندهم القدره على التعامل مثل هذه الفترات الصعبه في المباراه. دقيقتين مضافه من حكم المباراه انتهت، لكن سيعطي وقت اطول، وان شاء الله الوقت الاطول سيكون في مصلحه المنتخب السعودي. وهذه لقطه ايضا يطلب من خلالها المنتخب، والنهايه اللي ما كنا نتمناها حقيقه بتوتر وشد وجذب وبطاقات والحكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.